ميسانة، بالظروف النفسية اللي فرضتها الحرب الإرهابية علينا، الأطفال كانوا الفئة الأكثر تأثراً واللي عايش تجارب مريرة قاسية، ممكن تركت ندب نفسية وأثار سلبية على الجانب النفسي الخاص فيهم. كيف أثرت مشاهد العنف على الجانب النفسي للطفل، وشو المطلوب لحماية الأطفال من تبعات الآثار النفسية للحرب؟ الجواب مع ضيفنا الأستاذ دريد شدود، أخصائي خبير تدريب وتأهيل كوادر رعاية الطفولة ذوي الاضطراب. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحكم جميعا، صباح مشاهدي الاخبار السوريه، برنامج صباحنا غير. صباح الخير انسي زينب، صباح الخير انسي. يسعد صباحك استاذ دريد. اليوم الحرب هي ما بتاثر فقط على الاطفال، انما تؤثر على الكبار والصغار. هي صدقا الحروب بتترك تاثيراتها النفسيه بشكل كثير كبير، ولكن اذا بدنا نخص الطفل اليوم، هو شو الاضطرابات يلي ممكن تحدث عند الطفل النفسيه نتيجه الحروب يلي بتمر بشكل عام، حتى لو ما خاض تجربة خاصة بالحرب وإنما الحالة العامة؟ طبعا أول شيء فيما يتعلق بمفهوم الحرب، مفهوم الحرب مثل ما ذكرت في أنسي ميسان، في الحقيقة آثار الحرب، آثار العمليات الإرهابية، آثار ما يرافق الحرب من تفجيرات، من أصوات قذائف إلى ما هنالك، طبعا تترك تأثيرا نفسيا سيئا جدا على كبار السن. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بعامل الطفولة اللي هن أقل قدرة على فهم ما يحصل وأقل قدرة على التعاطي مع أي صدمة قد يتعرض لها هذا الطفل؟ لما بنقول نحن التأثيرات، فالتأثيرات بالحقيقة متعددة، ولتاريخ هذا اليوم ما في دراسة واضحة بتحدد بدقة شديدة ما هي الأثر النفسي أو الدقيق للحرب على نفوس الأطفال، ولكن يمكن الإيجاز من خلال المشاهدات، من خلال الملاحظات، من خلال عوامل الخبرة اللي عم نستخدمها نحن بمجتمعنا السوري. رح نعدد أهم الآثار. أول شيء طبعا من الآثار النفسية عند الطفل أو اللي ممكن تظهر عند الطفل شيء يسمى علميا كمصطلح Traumatic Post Stress Disorder، أو بما معنى أعراض ما بعد الصدمة. هاي الأعراض رح نحكي عنها هلا في سياق اللقاء، أعراض خطيرة جدا قد تبدأ بشكل خفيف وقد تتصاعد تتحول إلى حالة مرضية في حال طبعا لم نساعد الطفل على الخروج من الصدمة التي يعيش فيها. أيضا قد تؤدي الحرب إلى ظهور مشاكل في صعوبات التعلم عند الطفل، قد تؤدي الحرب أيضا لظهور مشاكل حركية كحالة فرط النشاط، قد تؤدي أيضا إلى ظهور حالات كصعوبات التعلم كما ذكرت، صعوبات فرط النشاط أيضا ذكرت الملاحظة هاي. الآثار متعددة، غياب على سبيل المثال من الآثار النفسية عند الطفل غياب شيء اسمه اللعب الهادف وتحول اللعب عند الطفل إلى حالة عنيفة، جملة تأثيرات متعددة قد تفرضها الحرب في حال كما ذكرت لا نضع أو لم نضع خطط واضحة لتخليص الطفل من هذه الآثار بشكل أو بآخر. يعني أستاذ دريد، في كتير أطفال يمكن بيتأثروا أكثر من غيرهم، خاصة اللي عندهم مثلا اضطرابات مثل كمان صعوبة التعلم والنطق، يمكن كمان هي آثار ما بعد الصدمة مثل ما هلأ حكينا. تمام. إنه الطفل بيكون ما أحلى عم يحكي وصارت يعني، وبعدين فجأة صمت وفجأة ما عاد يقدر يحكي، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا المشكلة دوما بالحروب أو بالكوارث، خلينا نقول إنه نتائج الكارثة أو الحرب لا تنعكس فقط على الأطفال ذوي الاضطراب، حتى الطفل الطبيعي قد يتحول فجأة إلى طفل ذو اضطراب نتيجة الكارثة أو نتيجة الصدمة التي تعرض لها. حتى نحلل السؤال ونجاوب على السؤال بشكل دقيق، اليوم حتى نحن ندرك حجم المشكلة أو حجم الأثر الذي قد ينعكس على الطفولة، يجب أن نحدد ما هو أو كيف استطاعت الحرب الضغط على هذا الطفل من خلال الممارسات اليومية التي حصلت. يعني اليوم الطفل اللي تم تجنيده على سبيل المثال مع المجموعات الإرهابية ومارس عمليات القتل بشكل مباشر وعمليات النهب وعمليات السطو، هذا الطفل الأثر الذي سوف يترك أو الأثر النفسي الذي سوف يحصل في داخله أكبر بكثير من ذاك الطفل على سبيل المثال التي اكتفت الحرب بموضوع الاعتداء عليه، بموضوع المتاجرة بأعضائه. هذا الطفل أيضا سوف يكون تأثير الحرب عليه أكبر من ذاك الطفل الذي شاهد بأم العين على سبيل المثال حوادث تفجير لمدارس، رأى أشلاء زملائه تتناثر على الجدران، مشاهد الدماء، مشاهد العنف. أيضا هؤلاء الأثر سوف يكون أكبر من أولئك الأطفال الذين فقط اكتفوا بحالة السمع، يعني فقط اكتفوا بأحاديث الأهالي. يعني بحسب الحالة اللي هو تعرض لها الطفل بتكون يكون حجم الأثر. ممكن أنه هو يدخل الأثر بتكوين الشخصية الطفل، يعني بتغيير مسار تكوين شخصية هذا الطفل ومستقبله 100%. لسبب، لأن الطفل اليوم لما بيتعرض لصدمة يعيش أعراض ما بعد الصدمة، بمعنى
أنا اليوم لا يخيفني كأخصائي أو لا يشكل عامل خطورة الصدمة في وقتها الآن. ما يشكل عامل خطورة هو ما بعد الصدمة. ليش؟ الطفل دوما يسترجع المشاهد التي عاشها نتيجة الصدمة، وبالتالي يعود بالزمان إلى الخلف. هذا يسمى علميا فلاش باكس أو المشاهدة الرجعية، وبالتالي عمر الطفل يقف عند اللحظة التي تعرض لها لهذه الصدمة. فمنشوف الطفل بالعادة على سبيل المثال اللي تعرض لصدمة معينة، لعنف معين، لمشهد عنيف معين، لمنظر دماء إلى ما هنالك، دوما يخاف على سبيل المثال من الأشخاص، من الأماكن، من الأحاديث التي قد تذكره بهذه الحادثة. ممكن نشوف أطفال على سبيل المثال يشوبهم مشاعر الحزن، القلق، الخوف، التوتر، ممكن تتطور الحالة أكثر. نشوف أطفال على سبيل المثال دخلوا بمرحلة الاكتئاب الطفولي، ممكن نشوف أطفال بدأوا يرجعوا لعادات كانوا قد تخلصوا منها سابقا، مثلا صار يطالب بالنومة جنب الأب جنب الأم، ممكن صار يظهر عنده بعض السلوكيات الانفعالية العصابية، صار مثلا قرط الأظافر، مص الإبهام، تراجعت قدراته التعليمية فجأة، تراجع نطقه فجأة، تمام. فبالتالي جملة التأثيرات هاي مثل ما ذكرت أنا هي مرتبطة فعلا بالحجم الصدمة اللي تعرض للطفل. بالمجمل نحن اليوم لما بنتعاطى مع عامل طفولة أو مع الأطفال بهدف أنه نطالعهم فعلا من الأثر النفسي اللي فرضته الحرب علينا، نحن بحاجة حقيقة إلى برامج ضخمة جدا. برامج حكينا عنها باللقاء الماضي، برامج الدعم النفسي والاجتماعي، بحاجة إلى أخصائيين، بحاجة إلى كوادر، بحاجة إلى طاقات متكاملة مشان نعكس بشكل إيجابي ونخلص الطفل من الأثر. أكيد أستاذ دوريد، يعني مو بس يمكن المشاهد الإرهابية أو يمكن مشاهد العنف أثرت على شخصية الطفل، حاليا الجانب المعيشي من أثار الحرب الإرهابية للأسرة، تغير الوضع المعيشي، تغير الأولويات، كمان عم بيأثر يمكن على نفسيات بعض الأطفال. خلينا نحكي كمان كيف الأسرة اليوم فيها تحل هالموضوع. هلأ خلينا نقول عبارة ببداية هذا السؤال. اليوم من ساهم بتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي للأسرة السورية على اعتبار أننا نتحدث عن الممارسات الإرهابية هو إرهابي، كان من كان، سواء كان قانون قيصر وترامب هذا الإرهابي الكبير، أو كان عنصرا في الداخل ساهم في تدهور الحالة المعيشية للأسرة السورية. مشكلتنا اليوم بالتدهور المعيشي على سبيل المثال رح نقسمها لشقين. اليوم أطفال ذوي الاضطراب نحن اليوم نقدم لهم برامج تأهيل وتدريب. هذه البرامج يجب أن تكون مدعومة بنظام غذائي محدد. الهدف نرتقي بمستوى التأهيل ونحقق أفضل نتائج ممكنة من خلال عملية التدريب اللي عم نقوم فيها. اليوم لما بيصير من الصعب على الأسرة السورية تأمين المعوضات الغذائية من فيتامينات، من معوضات الأوميغا 3، من معوضات البروتين، غذاء معين، صارت أسعاره كتير غالية على الأهالي، فهذا بالنتيجة رح يأثر بشكل مباشر على تأهيل الطفل، ورح يمد بالزمن اللي ممكن نحقق فيه نتائج مع الطفل. إذا التراجع المعيشي للأسرة السورية انعكس بشكل سلبي على الأطفال اللي عندهم اضطراب من خلال نظامهم الغذائي. الأمر الثاني، طيب الطفل الطبيعي كذلك، يعني في مقولة احنا مقولة بمجتمعاتنا، العقل السليم في الجسم السليم. الجسم السليم في شقيه العضوي والنفسي. يعني دائما الأسرة لازم تخلق بدائل لدى الطفل. المشكلة اليوم نحن خلينا نكون صريحين، ونحن في مشاهدين عم يتابعونا، يعني ما بدنا نختبئ وراء اصبعنا. اليوم الأسرة السورية لا حلول لديها في موضوع صراحة النظام. لا ما بدنا نشائم العالم، دائما ليك دائما السوري هلا بغض النظر مرق علينا كثير ظروف اقتصادية. أكيد صعبة. أكيد 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 دائما رب الأسرة وحتى الأم دائما بتدبر أمورها بطريقة أنه ممكن يكون في حرمان لبعض الأولويات اللي كنا معتادين أو كانت أساسيات بحياتنا، ممكن تمرق هي الفترة، لكن دائما في بدائل، دائما في بدائل. مثلا بدل ما تعطيه موز صار تعطيه فاكهة تانية، لو أنه مثلا كان البراد السوري في أكثر من نوع فاكهة هلا صار فاكهة واحدة، هو نوع من يمكن شوي يعني الأولويات صارت تغيرت بحياتنا، لكن دائما في بدائل. هلا دوما البدائل حقيقة متوافرة بس ما بتغطي لي كامل المساحة المطلوبة في النظام الغذائي. طبعا نحن عم نحكي عن النظام الغذائي للأطفال اللي عندهم اضطرابات. اضطراب حتى النظام الغذائي للطفل الطبيعي. نحن بالنتيجة مشان نجاوب على السؤال، تراجع الوضع المعيشي ينعكس سلبا على الصحة النفسية عند الأطفال سواء كان بسوريا أو خارج سوريا. بالنتيجة هي خبراء الصحة العالمية
في عندي مستوى غذائي معين للأطفال لازم يتقدم، بناء على المستوى الغذائي رح يصير في عندي نمو سليم بالجسم، نمو سليم بالصحة النفسية، ونمو سليم أيضا ذهني وعقلي. تراجع القدرة المعيشية رح ينعكس بشكل سلبي على هذا. خلينا شوي نحكي عن وقت عم نحكي عن الاضطرابات، الأشخاص يلي عم يعانوا أو الأطفال يلي بيعانوا من اضطرابات أهلهم هم بيفوتوا دائما بدوامة، كيف نحن بنقدر إنه ناخذ الأهل للمكان الصحيح بالتعامل مع أطفالهم، ما يكونوا كثير عشوائيين ويعرفوا من النقطة اللي لازم يبدوا فيها لحتى ياخذوا أطفالهم للمكان الصحي بحياتهم، يكملوا حياتهم بشكل صحيح؟ هلا اليوم المكان الصحي بالنسبة للطفل هو المكان التعليمي التربوي اللي هو مراكز التأهيل الخاصة بالأطفال ذوي الاضطراب، وبالتالي حتى أنا أكون كأب أو كأم قادر على تقديم المساعدة لابني بشكل كافي لازم امتلك عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو الحالة الثقافية للحالة الاضطرابية الموجودة عندي بالبيت، يعني لازم كأب أنا امتلك حجم معلومات جيد عن الحالة الموجودة عندي بالبيت، كيف ممكن اتعامل معها بشكل جيد، زائد ارفض هذا الموضوع من خلال خبرة المركز التأهيلي اللي عم بيقدم الخدمات لابني بشكل أو بآخر. ما عم نحكي نحن عن حالات الاضطراب، في عنا على سبيل المثال حكينا اللقاء الماضي عن موضوع التوحد، وكوننا عم نحكي نحن عن موضوع الممارسات الإرهابية، في نقطة هون حابب أوصلها كتير هامة. اليوم الممارسات الإرهابية هل فعلا زادت من نسبة التوحد في المجتمعات التي خضعت للحروب؟ هل زادت حالات صعوبة النطق؟ هل زادت حالات صعوبات التعلم؟ طبعا أؤكد أنا وبلغة الأرقام أنه انعكست الممارسات الإرهابية على كل البلدان التي خاضت حروب بشكل سلبي على نسب الحالات اللي ذكرتها من اضطرابها. على سبيل المثال النسبة العالمية المسجلة للتوحد عالميا هي 1 على 500 طفل، كل 500 طفل يولد هناك طفل واحد متوحد. في بيئة الحروب للأسف الشديد النسبة ترتفع بشكل كبير، وهذا له سببين. السبب الأول أنه الأم لما بتكون بفترة الحمل تخضع لجملة هائلة من الضغوط النفسية الناتجة عن العنف، الناتجة عن ممارسات الإرهابية، الناتجة عن أصوات التفجيرات. هذا العنف ينعكس بشكل سلبي على حالة الجنين، قد تظهر حالة التوحد على سبيل المثال عند الطفل بعد مرور 3 سنوات من عمر هذا الطفل. المشكلة ما عندنا إحصائيات دقيقة طبعا لا بسوريا ولا بغير سوريا عن عدد أو نسبة الأطفال التوحد اليوم لسببين. السبب الأول إحنا في عنا كتير أطفال متوحدين اليوم موجودين داخل أبواب مغلقة بالبيوت ما حدا بيعرف فيها، طبعا الأهل هيك وجهة نظر أهالي ممكن رافضين الفكرة أنه يقولوا لعادات لتقاليد معينة. هذا طبعا هذا بيخليني أنا غيب إحصائيا عن مفهوم العدد. الأمر الثاني أو السبب الثاني أنه ما في عندي إحصائية اليوم هو الاختلاف على موضوع تشخيص حالة التوحد، يعني بمعنى اليوم ما أشخصه أنا كأخصائي على أنه توحد قد يشخصه شخص آخر على أنه شيء آخر. في عنا مشكلة نحن حقيقة طبعا مشكلة عالمية مو سورية. توحد ما ببين على الشكل، لا ما في عندي علامات شكلية بالطفل المتوحد، حتى ما في عندي علامات عضوية بالطفل المتوحد. حكينا سابقا تخطيط دماغه سليم، صورة الطبق المحوري لجزء الدماغي سليم، ما عنده أي مشاكل، تحاليله كاملة سليمة، هو طفل طبيعي من الناحية العضوية. هو عنا اضطراب نفسي طبعا حتى تاريخ هذه اللحظة مجهول السبب. كنا عم نحكي بلغة الأرقام كمان مشان نوضح للسادة المشاهدين، لما بنقول هل أثرت الممارسات الإرهابية على سبيل المثال على موضوع صعوبات النطق، اليوم إذا منلاحظ بمجتمعنا السوري في كتير شكاوي من أمهات على موضوع أنه ابني تأخر بالحكي. تمام. وهذا الكلام حقيقة يعني قادرين نحن نوثقه بالأرقام. كيف؟ نحن عالميا بالبيئة السليمة إذا أخذنا الطفل عمره 2 سنين، هذا الطفل يجب أن يمتلك مخزون من الكلمات بشكل طبيعي حوالي 50 كلمة، وأن يكون قادر على قول جملة من كلمتين، جملة نسميها جملة احتياج، بدي أكل، بدي أشرب، حاجات. الطفل اللي بعمر 3 سنوات لازم يكون عنده مخزون من الكلمات يصل حتى 300 كلمة، وعنده قدرة على قول جملة من كلمتين، وعنده قدرة أيضا على قول جملة من 3 كلمات قد لا تمثل الاحتياج. في بيئة الحرب شفنا نحن ولاحظنا اعداد لا باس فيها من الاطفال انه الطفل اللي عمره 2 سنين تراجع مخزونه من 50 كلمة الى ما دون 30 كلمة مع عدم قدره على قول الجمله من كلمتين. تمام. والطفل اللي عمره 3 سنوات تراجع مخزونه من 300 كلمه الى ما دون ال 200 كلمه. في اطفال ما حكت لهلا لاربع سنين 100% صح. في اطفال فقدوا القدره على النطق، وهي القدرة قد تكون آنية، يعني قد يستعيد نطقه بعد فترة من الزمن، وقد يصبح الطفل فعلا قد يقضي حياته. من مسببات رأيك تأخر النطق عند بعض الأطفال، يعني هني ما يمكن ما عاشوا ولا فترة الحرب اللي عمرهم 1.5 سنة أو اللي عمرهم 2 سنين، هل هي بسبب التأثيرات اللي صارت على الأم النفسية ممكن؟ 100% هذا اليوم أثبت العلم بشكل واضح أنه موضوع الحالات التوترية القاسية اللي عاشتها الأم تنعكس بشكل طبيعي على الجنين. صح اليوم عن الطفل اللي عمره 1 سنة 2 سنين
الحرمين ما عاش الظرف القاسي. الحمد لله احنا بلدنا انتصرت بفضل الجيش العربي السوري وهمه قائدنا الدكتور بشار. بس نحن خلينا نكون منطقيين، الطفل يلي كان عمره سنه بعام 2011 اليوم عمره حوالي 10 سنوات، يعني هذا الطفل اللي عاش المرحله، والطفل اللي كان عمره 9 سنوات بعام 2011 اليوم عمره حوالي 18 سنه، فانا امام شريحه عمريه اليوم ضخمه بالمجتمع. عمره اكيد عاش التوتر تمام من 9 سنوات حتى 18 سنه، هذول بشكل اليوم بالمجتمع حوالي 30%، وهي 30% في حقيقه اذا ما اشتغلنا عليها بشكل صحيح ودقيق احنا امامنا مستقبل ممكن يكون في كثير مشكلة. نعم استاذ دريد، يعني اسئله كثيره بتخطر على بالنا، لكن ان شاء الله هيك بالحلقات القادمه بدنا نجاوب على كل الاسئله. بدنا نشكرك ودائما نقول لهم الاثار النفسيه لدى الطفل يعني دائما بتشفيها الام بالمحبه والعنايه الفائقه. العنايه الدائمه والفائقه. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك للمعلومات اللي قدمت لنا.